كويس الحمد لله. أنا بشكرك على اللي عملتيه معايا. ما تقولش كده، أنت قلقتني عليك، أنت خليتني أحس بالذنب. أنا كنت هموت. أنا هروح أعمل لك حاجاتك كلها. أنا عايز أقعد معاكي شوية. تقعد معايا؟ أنا عايزة أنام. ما تخلينيش اندم اني خليتك تدخل هنا، ما تخلينيش اقول يا ريتك كنت مت. هبلغ البوليس. هات التليفون. لا 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 اكيد دلوقتي قلقان عليك. اوعى تكون فاكره انها نايمه ومرتاحه. اكيد حاولت تتصل بيك. اكيد بتقول يا ترى جرى له ايه؟ حصل له ايه؟ اكيد بتقول ايه خليته ينزل من البيت وهو زعلان؟ اكيد بتقول جرى له ايه؟ أنا طلبت منك أكتر من مرة إنك تمشي، لكن أنت اللي فضلت تفضل هنا. انت اللي صممت على الخيانة، انت اللي صممت انك تموت. انا ما ظلمتكش، صدقني. جزاء الخيانة الموت، هو ده العدل. انتي متأكدة ان العربية اللي برا دي بتاعته؟ يا فندم بتاعته، بس هو فين؟ هو ملوش اي اثر يا فندم، ولا حتى جثته. ولا جثته، زي ما انت شايف المنطقة مقطوعة ومهجورة ومحدش دخل من هنا من سنين. بس انا حاسة ان هو موجود لسه عايش. 3 شهور بندور عليه، واول ما لقينا العربية قلبنا المنطقة كلها. للأسف ما لقيناش غير المحفظة بتاعته.